اهلا وسهلا مشاهدينا. تحية لست البيت، الام اللي هي كبرت وربت كمان واجتهدت كثير جدا في انه تزرع بذره الامل في اطفالها. بالتاكيد الاطفال هم يعني استمراريه هذه الحياه، فبالتالي البناء يجب ان نبنيه من النشء، يعني ونركز كثير جدا على مفاهيم تخص حياتهم، تخص حقوقهم كمان في الحياه وواجبات الاسره كمان والمجتمع والدوله. فمن كل عام في ذات اليوم 20 بيصادف اليوم العالمي للطفلة، من عبر صباح الشروق من حي أمهاتنا، من حي كمان منظمات المجتمع المدني، ومن حي كمان المجتمع ككل، لأنه هو دائما بيتضافر لحماية الأطفال في كل حقوقهم وواجباتهم على هذه الحياة. نعم، نحن سعيدين من خلال حلقة اليوم أنه تنضم إلينا الدكتورة صديقة كبيدة الاختصاصي والاستشاري النفسي، وهي رئيس ومنظمة طفل آمن. هذه المنظمة حالة واحدة من المنظمات رأت أن السودان يجب أن يكون متفاعل من خلال هذا الحدث، وعندهم شكل احتفال خاص جدا باليوم العالمي للطفل. نحن سعيدين جدا بك وأسعد الله كل أوقاتك. الله يخليكم ومرحب بكم، وصباح الشروق وصباح الأمل على يوم جديد بالنسبة لنا ويوم خاص بالنسبة للأطفال. 20 نوفمبر. اهلا وسهلا. 20 نوفمبر يوم مميز، كمان بصادف 30 عام من التوقيع على الوثيقه التي تضم حقوق الاطفال. يعني لو تكلمنا عن خصوصيه هذا اليوم بالنسبه للاطفال. طبعا بالنسبه للاطفال يعني حاجه مميزه جدا، و يعني كونه تكون في اتفاقيات دوليه لتضمين حقوق الطفل من خلال الدستور، وتصادق عليه اغلب الدول، يمكن صادقت عليه 179 دوله ما عدا امريكا والصومال. لكن بفتكر انه المصادقه على حقوق الطفل كانت من الحاجات المهمه شديد جدا، والسودان مصادق عليها من 89، وهي لو رجعنا للتاريخ هي من ضمن الاتفاقيات الدوليه اللي احتاج المجتمع بعد الحروب العالميه الاولى والثانيه، احتاج انه يكون في حقوق للانسان وبعدها حقوق للاطفال، خاصه بحقوق الاطفال، احتياجاتهم للجوانب النفسيه والجوانب العاطفيه والحروب والنكبات اللي حصلت منها. فكان لابد انه يكون في اتفاقيات وبنود تحمي الاطفال. فكان الاتفاق النهائي اللي هو 89 بصادف اليوم 30 سنه على الاتفاقية. السودان صادق عليها بعد 10 شهور من الاتفاقية، لكن يعتبر المصادقة 30 سنة السودان مصادق على هذه الاتفاقية بكل تفاصيلها، بكل البنود اللي بتضمن حقوق الأطفال. جميل. طيب، كانت في 2013 مبادرة، جينا 2015 بقت هي منظمة، ومنظمة فعالة جدا من خلال تسجيلها ومن خلال كل الأعمال والمشروعات اللي بتقوم بها. بنتكلم طبعا وكل تأكيد عن طفل آمن، هذه المنظمة اللي انت مؤسس ورئيس لها. كيف قاعدين تتفاعلوا مع الحدث ده من خلال هذه الأعوام الطويلة؟ طبعا طفل آمن أنشأت في العام 2015 كمنظمة طوعية، وزي ما انت ذكرت بدت كمبادرة. نحن رأينا انه في الفترة اللي أنشئت فيها المنظمة كان حالات الاعتداءات والتحرشات على الأطفال في 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 في, في الهاي ليفل، يعني بتاعت من الدرجات. فكان لابد اننا نفتكر، او في بحوث كثيره تحدثت عن نسبه التحرشات اللي بتتم في داخل الاماكن الامنه بالنسبه للاطفال، فيها كثير من التحرشات. والتحرش في الاول او الاغتصاب اساسا بيبدا بتحرشات بكل انواع التحرشات، سواء لفظيه او عرض صور او عرض فيديوهات، دي بنعتبرها تحرشات. بعد ذلك بيبدا الاغتصاب، يعني لما يلاقي الطفل مستجيب لهذا ال ال زي ما تفاعل، فبعد ذاك ممكن يحصل اغتصاب. فرأت المنظمة لا بد من طرح أو العمل على توعية الأطفال أنفسهم من مخاطر التحرش. هذا يعني ممكن تكون دي نوع من أنواع التوعية والتنوير بالنسبة للأطفال. نعلق على الصور دي شوية دكتور. دي واحدة من المشاريع بتاع الطفل آمن. طبعا الطفل آمن بتشتغل من خلال المجتمعات المحلية، وبتوجه رسائلها عبر المدارس، عبر المراكز الثقافية. كل مجتمع يحتاج للتوعية. ده واحد من المشاريع زي ما قلت لك، كان في محلية شرق النيل. التفاعل كان كيف دكتور؟ كبير شديد جدا جدا، ويمكن نحن لما بدينا للصمت لقينا تجاوب كبير جدا، وده دفعنا انه نحن نمشي لقدام بتكوين منظمه يكون عندها الـ السلطه او عندها
القرار في انها تتخذ كل الاجراءات من مصلحه الطفل يعني. فشرق النيل دي كانت من نقطة المناطق اللي ابدا دي ما النقطه اللي بالنسبه للتوعيه بالنسبه لا للصمت يعني كالحمله اللي انتم نشرتوها صحيح؟ والله نحن بديناها بالمجتمعات المحليه، لكن ده كان مشروع منظم اشتغلناه عبر رياض الاطفال. نحن برضه بنشتغل رياض الاطفال، نحن بنحاول نوصل للاطفال عبر الوسيله السهله. نحن لا نتحدث مع الاطفال عن اغتصاب او تحرش، ولكن نتحدث عن سلوك. السلوك ده بنترجمه عبر المسرح العرايس، عبر الاغاني، عشان تصل للاطفال كيف يحموا نفسهم، كيف يعرف انه في اجزاء خاصه في جسده لابد انه يحميها، لابد انه اذا اي شخص تعدى على هذه الاجزاء من جسمه هو يعني يستعمل اسلوب في انه نو او لا، يخبر منه ويبعد من الحته الموجود فيها المكان. فده اسلوب واحد من الاساليب اللي احنا بنستعملها او الوسائل اللي بنستعملها في حمايه الاطفال من التحرشات او من الاعتداءات. نعم، طيب شنو باقي المشروعات للطفل امن؟ باقي الافكار وحنشوف شنو في المستقبل القريب، بما انكم متابعين طوالي ومهتمين بشؤون الاطفال بسرعه. طبعا احنا عندنا الكثير الكثير للاطفال حقيقي، يعني نحن نفتكر نحن في بدايه المشوار. السودان بالوضع الحالي يحتاج لكثير من المنظمات انها تشارك في حمايه الاطفال من كل الاعتداءات اللي بتقع عليهم، حتى الاعتداءات الاسريه. يعني احنا نتحدث فقط لما نتحدث عن العقاب البدني فقط نتحدث عن المدارس وننسى انه الطفل النشأة الاولى هي البيت، ويتعرض لكثير من الممارسات السيئه ومن العقاب الجسدي البدني الممكن يؤثر على الاطفال نفسيا ويخلق طفل مهزوز. فطفل امن عنده الكثير من المشروعات الخاصه بالاسر، الخاصه بالمدارس، الخاصه بالمعلمين، الخاصه بكل شخص له علاقه او تعامل مباشر او غير مباشر مع الاطفال، من اجل رفع الوعي بقضية الطفل في المقام الأول، رفع الوعي بحماية الأطفال في المقام الثاني، وكيفية التنشئة. فدي كلها مشاريع بتدخل في حيز الاهتمام المنظمة يعني لطفل آمن. طيب دكتور، من حيز الاهتمام أيضا أن تكون الأسرة هي لها الدور الكبير جدا في تنمية مهارات الطفل والمراقبة. معروف أنه التشكيل لما يكون الطفل صغير بيتشكل على تفاصيل التربية يعني، فكيف ممكن الطفل من هو صغير نربيه على الثقة بالنفس، نربيه أنه كيف يتخذ قرار معين، حتى أسلوب الحوار وتقبل الآخر يعني، فهذه التركيبة كيف نقدر نصنع منها يعني حاجة جميلة كده للمستقبل؟ طيب نحن بنقول دائما في البداية أنه الطفل يولد كصفحة بيضة، ما في أي إكسبيرينس، ما في خبرات سابقة، ما في أي حاجة. الطفل التأثير المباشر أو الأولي الخمس سنين الأولى تأثير الأسرة بالتأكيد، لحد ما يتحرك إلى المجال الآخر اللي هو رياض أطفال، دي المرحلة الثانية. كده بكون حيز المجتمع، مجتمع صغير كروضة لكن يعتبر بالنسبة للطفل هو المجتمع الثاني. فالتأثيرات اللي ممكن نأخذها على الطفل في مراحله تحت النمو هي الأسرة بالبيت، يعني حتى إذا كان أسرة كبيرة أو أسرة صغيرة في النهاية لها تأثير. الإعلام له تأثير، التواصل الآن بقى في كبير جدا من التواصل الاجتماعي بقى يؤثر على التربية وعلى القيم. أي جانب، المدرسة، الشارع، ده كل أشياء مؤثرة على الطفل. لكن نحن دائما بنركز في أنه النشأة الأولى اللي هي خمس سنين الأولى بيتكون فيها أغلب القيم والمبادئ والرسائل اللي نحن عاوزين نوصلها للأطفال من أجل أن يكون طفل ينشأ نشأة سليمة يعني. نعم، حتى بنتكلم عن في زي بحث كده قامت به واحدة أمريكية أو أخصائية نفسية برضو أمريكية، عملت دراسة. ده لما نجي نتكلم عن العقاب والتنشئة الغير سليمة يعني داخل البيت وتأثيرها على الأطفال المعرضين للكوارث والحروب والأطفال المعرضين للتنشئة الغير سليمة، فلقت إنه أهون كثير معالجة الأطفال الطالعين من الصدمات تحت الكوارث أرحم من الصدمات الأسرية. فده يخلينا نأكد إنه البيت هو الأساس في كل سواء كان بوزيتيف أو نيجاتيف أو إيجابي أو سلبي في طريقة تنشئة الطفل يعني. نعم. نحن دائما بنتكلم عن طفل لما يكبر بنقول والله ما تربى صح، يبقى فعلا العبارة دي مفروض الناس تقيف عليها دكتور، تقيف عليها. نحن حنجي نتكلم
عن موضوعات كثيره ان شاء الله اذا وعدتنا انك تجينا مره ثانيه في 17، لانه في محاور كثير عاوزين نتطرق لها، الطرق الناجعه، الحديث عن المفروض تتبعها الاسر في الرعايه، بعد 5 سنه بيمشي الطفل لبيئات مختلفه اذا كان الرياض المدارس، والى ان يصل يعني ويكمل العمليه التعليميه والتربويه ايضا، والتوجيهات المفروض يلاقيها الطفل، حتى موضوع الصدمات كيف انه الطفل يخرج منه، وفي موضوعات كثير. لكن خلينا نختتم بكلام ممكن يكون عندك انت برضه فيه كلام مهم، قانون الطفل يا دكتوره، ويعني هنا التساؤلات تكثر كما الجدل يكثر يعني عن قانون الطفل والاستفهامات. نحن وين الان؟ انت شايفه انه الان القانون مرضي لجميع الاطراف؟ انا ما عاوز اخذ الاستفهام كما هو، لكن يبدو انه المعلومه معي. لا، السؤال ده بنتواجه به في كثير من اللقاءات يعني اللي بنكون نحن متواجدين فيها. انا بفتكر قانون الطفل كشيء عام الصادق عليه السودان هو قانون متكامل بيوصل الطفل للرفاء والبقاء والإنسانية كإنسان يعني في النهاية الطفل. القوانين السودانية طبعا التشريع السوداني في 2010 وضع قانون خاص بالسودان اللي هو اطلقوا عليه قانون 2010، يعني احنا بنتعامل كان تعديل 2010. فانا افتكر دي واحده من القوانين اللي كانت يعني مهمه شديد جدا لنصره الطفل، خاصه فيما يتعلق بالمشكلات، ما فقط مشكلات الاعتداءات، وهو وضع عليها سياسه واضحه جدا من ناحيه الاعدام. زمان طبعا كان اذا في تزامنت المساله تحت الاغتصاب بالقتل بيحكموا بالقتل، ما بيحكموا بالاغتصاب. الآن بقى الاغتصاب هو جريمة يعاقب عليها تحت المادة 45 على ما أعتقد. التحرشات نفسها أن نحن نتحدث عنها بأنها هي حاجة عادية، ونحن نفتكر أنه أي تحرش المسرح الجريمة هو الطفل نفسه، فيبقى لابد أنه كان يضع عليها مواد تدين هذا المتحرش. ففعلا وضع قانون الطفل للتحرشات حتى اللفظية فيها قانون ورادع شديد جدا جدا، يصل من 10 سنين ل 15 سنه على حسب القضيه نفسها يعني، وده متروك للقاضي. انا بفتكر المشكله مش في القانون، المشكله في تطبيق القانون نفسه والثغرات الممكن تحصل من خلال الجريمه نفسها يعني. فنحن محتاجين اننا يعني نتعامل مع القانون بابعاد ثانيه اخرى يعني، لكن كقانون قانون 2010 وزي ما قلت لك هو ما بس في حتى مصلحه الطفل في حاجات ثانيه، مصلحه الطفل داخل السجون اذا ولي الطفل وامه مسجونه كيف يتعاملوا معاه في الاصلاحيه من 15 من عمر يوم لحد عمر 18 سنه ما بيدخل سجن عادي، بيدخل اصلاحيه يعني. في قوانين كثيره جدا او بنود كثيره كانت في مصلحه الطفل يعني، ومحتاجين نفعلها او نشوف الطرق اللي نقدر توصلنا لنتائج حقيقي يعني. يمكن زي ما قلت لك في الاول كثير من التساؤلات بتجي في نعم. في 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 قضايا لم يحكم فيها، في قضايا حكم بطريقه حتى ده بيرجع للفهم بتاع المجتمع نفسه يعني. لابد ان المجتمع يوعى لطريقه التعامل حتى مع الجرائم اللي بتحصل للاطفال نعم. يعني اذا ضربنا مثل الطفل مثلا يتحرش من المحيط احد الاقارب مثلا داخل البيت فيقوم يغطوا عليه، وبعد ذلك بتحصل مشاكل، ما يحصل تبليغ، الخوف من الوصمه، الخوف من العار، الخوف من الحاجات الكثيره، بعد دي ما قادرين نتخلص منها. فعشان كده القانون اساسا موجود، لكن نحن كيف نقدر نفعله، كيف نقدر نوصل به للامان بالنسبه لاطفال السودان باذن الله. ان شاء الله نتلاقى مره ثانيه يا دكتور، عشان في كثير جدا من الموضوعات والمحاور المهمه زي ما ذكرت المفروض انه نناقشها معك، وعد منك تجينا مره ثانيه ان شاء الله في صباح الشروق وملبس الحيل في فاطمه كده. شكرا دكتور صديقه كبيده، اختصاصي والاستشاري النفسي، رئيس ومؤسس منظمه طفل امن، شكرا لك وسعيدين جدا بك. الله يخليك، انا سعيده جدا باللقاء اليوم، وهو زي ما قلت لقاء كان مهم جدا انه نحن نلقي الضوء على حقوق الطفل لا. ونلقي الضوء على اليوم، وانتم مدعوين كجهه لليوم الاحتفال، نحن محتفلين بالاطفال، وحيكون في مدارس كبيره باركويل، فكل المشاهدين مدعوين برضه للاحتفال ده والاحتفال بأطفاله باذن الله.